أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية. نبدأ النشرة بأهم وأبرز العناوين مع الزميل أديب. الرئيس العليمي يتلقى برقيتي تهنئة من نظيره المصري بمناسبة عيد الفطر وأداء اليمين الدستورية. رئيس الوزراء يطلع على الترتيبات الضرورية لاستيعاب التعهدات والدعم المقدم من الأشقاء والأصدقاء. ميليشيا الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة بعدد من جبهات القتال. من العناوين للتفاصيل حياكم الله. تلقى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي برقيتي تهنئة من نظيره المصري فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك وأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان كرئيس لمجلس القيادة. وأعرب الرئيس المصري عن أمنيته بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وللشعب اليمني المزيد من الاستقرار والتنمية والتقدم. وأتمنى فخامة الرئيس المصري للرئيس مجلس القيادة الرئاسية النجاح في أداء مهامه الجديدة وتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب اليمني من آمال وطموحات. وأكد فخامة الرئيس السيسي حرص مصر الكامل حكومة وشعبا على دعم اليمن لاستكمال آليات إدارة البلاد وتثبيت دعائم السلم والاستقرار وصون مقدراته وتفعيل إرادته من خلال مؤسساته الوطنية الفاعلة من أجل انطلاق عملية تنمية والإصلاح وبناء دولة قوية ومؤثرة في محيطها العربي والإقليمي. بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني برقيات تهنئة لرئيس الجمعية الوطنية بجمهورية المجر لاسلو كوفير، هنأه فيها بمناسبة منحه الثقة بإعادة انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية. وقال البركاني في برقيته: يسعدني باسمي وزملائي أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية أن أبعث إليكم بأصدق التهاني والتبريكات للثقة التي أولاكم إياها زملائكم بإعادة انتخابكم رئيسا للجمعية الوطنية في بلدكم الصديق، وهي ثقة مستحقة لأدواركم الوطنية والبرلمانية التي قدمتموها في خدمة وطنكم وشعبكم العظيم، وإنني على يقين أن توليكم لرئاسة الجمعية سيمثل انطلاقة متميزة للعمل البرلماني المشترك بين بلدينا والعالم أجمع. وأضاف أننا في مجلس النواب الجمهورية اليمنية نؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا وبرلمانينا، ونتطلع إلى المزيد من العمل المشترك في ظل رئاستكم للجمعية الوطنية وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون المثمر بين بلدينا الصديقين، متمنين لكم موفور الصحة والسعادة والتوفيق في مهامكم ولبلدينا الصديقين التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين برلمانينا المزيد من النمو والتطور. استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج مستجدات الأوضاع في الساحة الوطنية، وذلك في ضوء الخروقات الحوثية المستمرة للهدنة الأممية وعدم تنفيذ ما يخصها في الجوانب الإنسانية وفي المقدمة رفع الحصار المفروض عن تعز في إطار تقويضها لفرص إحلال السلام وإفشال الجهود الإقليمية والدولية. وناقش رئيس الوزراء خلال الاتصال الهاتفي اليوم مع المبعوث الأمريكي العلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الأمريكي لمجلس القيادة الرئاسي ومخرجات الانتقال السياسي ومساندتها للحكومة في تنفيذ الإصلاحات وحشد التمويلات الدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة. وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي على الالتزام بالهدنة الأممية وتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وما يتطلبه ذلك بالمقابل من ضغط أممي ودولي للضغط على ميليشيا الحوثي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا حرص الحكومة على إنجاح الهدنة وأي جهود من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية والوصول إلى حل سياسي شامل بموجب مرجعيات الحل المتوافق عليها. من جانبه جدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن دعم بلاده للانتقال السياسي في اليمن
وجهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات والاستقرار الاقتصادي، مؤكدا حرص بلاده على إنجاح الهدنة الإنسانية ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي في اليمن. اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك من قيادة وزارة المالية على الترتيبات الضرورية لاستيعاب التعهدات والدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكذا من شركاء وأصدقاء اليمن. واستعرض رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن وزير المالية سالم بن بريك وقيادات الوزارة أوجه الدعم المعلن عنه وآليات توزيعه وفق الاحتياجات والأولويات التي تنعكس بشكل مباشر على معيشة وحياة المواطنين. كما تم مناقشة مستوى تنفيذ الخطط والإصلاحات الهيكلية في القطاعات المالية المختلفة. حضر اللقاء أمين عام المجلس الوزراء مطيع دماج ومساعدي مدير مكتب رئيس الوزراء علي النعيمي ووليد العباسي. إلى ذلك وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بسرعة تنفيذ الخطة المزمنة المعدة للتشغيل الكامل لمصافي عدن للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني. وناقش الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه في العاصمة المؤقتة عدن وزير النفط والمعادن عبد السلام بعبود والقائمين بأعمال شركتي النفط ومصافي عدن الإجراءات المستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة والخطة المعدة لاستلام وتسيير منحة التسهيل النفطي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم مناقشة مستوى الجاهزية والاستعداد لمنع حدوث أي اختناقات تموينية في المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات السوقية. وسمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مستوى تنفيذ القرارات والخطط المستقبلية في القطاع النفطي. تشارك بلادنا في اجتماع التحالف الدولي ضد داعش الذي يعقد غدا في مدينة مراكش المغربية بوفد يترأسه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وذلك بناء على الدعوة المشتركة التي تلقاها من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن. ويهدف الاجتماع الذي يشارك فيه ما يزيد عن 50 وزير خارجية وممثلين لأكثر من 80 بلدا ومنظمة دولية إلى تركيز الاهتمام الدولي على مواجهة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش ومناقشة الجهود العالمية في مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب وتبادل وجهات النظر حول الاستراتيجيات المتبعة في إطار المساعي الدولية لمواجهة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يعقد وزير الخارجية على هامش الاجتماع جلسة مباحثات مع نظيره المغربي ويلتقي عددا من نظرائه ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في هذا الاجتماع. أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة قاتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة خلال تأديتها لعملها الصحفي في مخيم جنين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن ارتكاب هذه الجريمة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف الدولية، داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة. كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص التعازي لعائلة الفقيدة وللحكومة والشعب الفلسطيني، متمنية الشفاء العاجل للصحفي علي سمودي الذي أصيب مع الفقيدة. قال وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن إيران وأذرعها العسكرية في منطقتنا العربية بما فيها الحوثيون وحزب الله تشكل تهديدا خطيرا لأمننا القومي، فإيران دولة مارقة لا تحترم القانون الدولي ولا التزاماتها كدولة عضوة في الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان الذي تنظمه وزارة الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الأسبانية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مدينة ملقا بمملكة أسبانيا الصديقة بمشاركة عدد من وزراء الخارجية والداخلية والعدل وحقوق الإنسان من مختلف دول العالم. وأضاف الوزير حيدان أن بلادنا تعيش أمام متغيرات سياسية قد ينتج عنها مرحلة سلام وإيقاف الحرب حال أذعن الحوثيون لها وتركوا التعنت وتلقي التوجيهات التي تأتيهم من الدول التي لا تريد الخير لليمن
معربا عن تقدير اليمن لأدوار الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع اليمن وأسهمت في التخفيف من أعباء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية على مؤسسات الدولة الشرعية، ولفت إلى توقيع اليمن على الاتفاقات والمعاهدات الدولية سواء المتعلقة بمكافحة الإرهاب أو حقوق الإنسان، وذلك انطلاقا من حرصها على الالتزام بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، مستعرضا ما قامت به الميليشيا الحوثية الإنقلابية منذ انقلابها عام 2014 وحتى اللحظة من اعتداءات صارخة على تلك الاتفاقات، وشملت الانتهاكات الحوثية القتل والتدمير والتشريد للبشر والحجر وإحراق وتفجير المنازل ودور العبادة، علاوة على تهديد الأمن والسلم الدوليين والاقتصاد العالمي عبر استهداف الممرات الملاحية الدولية بزرع الألغام في البحر الأحمر والاعتداء على السفن والناقلات الدولية. كما شملت الانتهاكات الحوثية استهداف المنشآت النفطية بالصواريخ والطائرات المسيرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا قيام الميليشيا الحوثية بالتحالف مع تنظيم القاعدة وإخراج عناصر القاعدة من السجون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المواطنين ومؤسسات الدولة في المناطق المحررة، أدت إلى مقتل العديد من المواطنين الأبرياء. وتطرق إلى انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان من خلال الدفع بصغار السن للتجنيد والزج بهم في المعارك العبثية، إضافة إلى انتهاك وتقييد الحريات وسجن الصحفيين والمعارضين وقادة الرأي ووضع كل معارضيهم كدروع بشرية أثناء مواجهاتها العسكرية، وكذا سجن النساء المعارضات لسياسة الحوثي الإرهابية، مشيدا بكل الجهود الإنسانية للتحالف العربي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لكشف زيف وادعاءات الحوثي وشعاره القائم على الموت ومحاولة تكريس هذا الشعار الباطل الذي يتنافى مع جوهر الإنسانية. كما استعرض الواحدان جهود الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب منذ وقت مبكر، وهو دليل واضح على تصميم الحكومة على القضاء على الإرهاب ومنابعه وعناصره التنظيمية، مجددا التأكيد على التزام الحكومة بالوفاء بالاتفاقات والمعاهدات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان في ظل التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام كل التنظيمات الإرهابية بما فيها جماعة الحوثي حتى يستقر العالم وتؤمن الشعوب وتعيش في أمن وسلام. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بافتعال أزمة جديدة للمشتقات النفطية في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها والتلاعب بأسعارها رغم استمرار وصول سفن المشتقات النفطية بانتظام لميناء الحديدة بواقع سفينتين أسبوعيا، استمرار لنهجها في المتاجرة بمعاناة المواطنين والتضييق على سبل عيشهم. وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن عدد سفن المشتقات النفطية التي أفرغت حمولتها في ميناء الحديدة اعتبارا من بداية أبريل حتى 8 من مايو الجاري بلغت 10 سفن تحمل على متنها 269 طن متري، بالإضافة إلى سفينتين محملة ب 60,000 طن متري من الديزل. تم منح التصاريح لها وهي كميات تفوق الاحتياج الفعلي لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لثلاثة أشهر. وطلب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي والأمريكي بإدانة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تفاقم المعاناة الإنسانية لملايين المواطنين وتفرغ الهدنة الأممية من مضونها والضغط لتدفق المشتقات النفطية بصورة طبيعية بمناطق سيطرتها وتوجيه عائداتها لصرف مرتبات موظفي الدولة. بحث وزير التربية والتعليم طارق العكبري في العاصمة السعودية الرياض مع نظيره السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين بمجال التربية والتعليم وآفاقه المستقبلية. وتطرق الجانبان خلال لقائهما على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم في الرياض إلى استثمار التقنيات التعليمية الحديثة وما تقدمه من خدمات في مجال التعليم لمساعدة الطلاب والطالبات اليمنيين. وأكد العكبري وآل الشيخ أهمية المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل في مجال التعليم. عقد مؤتمر دولي عبر تقنية الاتصال المرئي لحشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطط الطارئة للأمم المتحدة بشأن خزان النفط العائم صافر، وجرى خلاله جمع 41 مليون و500 ألف دولار مقدمة من عدد من الجهات المانحة والدول الصديقة والشقيقة للبدء بالمرحلة الأولى من الخطة الزمنية أو الخطة الأممية الشاملة لحل أزمة خزان صافر والمقدرة تكلفتها 144 مليون دولار.
وأقيم المؤتمر بدعوة من الأمم المتحدة ومملكة هولندا بالشراكة مع الحكومة اليمنية بمشاركة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ومشاركة دولية رفيعة المستوى شملت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الهولندي فوبوكا هويكسترا ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في بلادنا ديفيد جيريسلي وعدد كبير من مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة. ودعت الحكومة اليمنية كافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة للوقوف إلى جانب اليمن ودعم خطة الأمم المتحدة في إنهاء خطر خزان النفط العائم صافر وتقديم الدعم المالي والفني وبذل المزيد من الجهود والسرعة بهذا الصدد. وقال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي إن وضع الخزان النفطي صافر لا يحتمل التأجيل وينبغي التحلي بالمرونة الكافية والجدية للتعاطي مع المشكلة وحلها حلا جذريا بما يضمن سلامة بحارنا ومواردنا الطبيعية من التلوث والدمار. وأضاف أن مصفوفة الإجراءات تشمل قيام الأمم المتحدة وبشكل علني بتحديد الأدوار والمسؤوليات والمراحل بصورة واضحة ومحددة مؤكدا على أهمية المشاركة الفاعلة للحكومة اليمنية في كافة العمليات الإجرائية والتنفيذية واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية العملية من قبل الشركة المنفذة من الحوادث أو أي تسريبات أو ملوثات قد تنتج عن عملية النقل بالإضافة إلى الشحوم والزيوت وغيرها. من جانبه دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع شركاء اليمن إلى المساهمة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الأممية لحل أزمة صافر منوها إلى الحاجة الماسة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة نظرا لخطورة وضع صافر بيئيا وإنسانيا. بدورهم أكد المشاركون في المؤتمر الدولي مدى خطورة وضع الخزان النفطي العائم صافر الأمر الذي يستوجب حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة الأممية وتفادي أي آثار كارثية قد تنجم عن خزان صافر النفطي المهدد بالانهيار. عقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية عوض السقطري اجتماعا ضم عددا من قيادة السلطة المحلية بأرخبيل سقطرى لمناقشة أهمية السلاحف وشهرتها العالمية والاتفاقات الدولية لحماية السلاحف. وتطرق الاجتماع إلى وضع خطة لحماية السلاحف من قبل مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة وهيئة المصائد السمكية وجمعية سقطرى لحماية السلاحف بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة لوقف الاصطياد الجائر وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاههم. وشدد الوزير السقطري على الجمعية حماية السلاحف والمكاتب المعنية والأجهزة الأمنية بضرورة حماية السلاحف ووقف الاصطياد الجائر. من جانبه أكد رئيس جمعية سقطرى لحماية السلاحف عبد الله لام عبد الله عن استعداده للحفاظ وحماية السلاحف من الاصطياد الجائر، داعيا الجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات المهتمة بشأن السلاحف لتعاونها ودعمها للجمعية. في شأن آخر، تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال. ورصدت قوات الجيش الوطني ارتكاب الميليشيا الحوثية 75 خرقا للهدنة، منها 26 خرقا في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و21 خرقا في جبهات القتال غرب حجة، و19 خرقا في جبهات محور تعز، و8 خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، وخرقا واحدا في جبهة الملاحيض جنوب غرب صعدة. وتنوعت الخروقات بين محاولات تسلل إلى مواقع عسكرية واستهداف مواقع قوتنا بالمدفعية وبالعيارات المختلفة، وكذا استحداث مواقع ونشر مدفعية وعيارات استضافة إلى حشد تعزيزات إلى مختلف الجبهات. أعلن الجيش الوطني إسقاط طائرة هجومية مسيرة حوثية أطلقتها ميليشيا الحوثي جنوبي محافظة مأرب. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. يأتي ذلك مع إعلان الجيش الوطني رصد 89 خرقا ارتكبه الحوثيون للهدنة الأممية خلال 24 ساعة الماضية في مختلف جبهات القتال. أصيب شاب برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الإيرانية شرق مدينة تعز. وقالت مصادر حقوقية إن مازن المفتي البالغ 25 عاما أصيب برصاصة قناص ميليشيا الحوثي في منطقة الشرف بمديرية صالة. أوضحت المصادر أنه منذ الساعة الرابعة
عصر يوم العاشر من مايو شهر الهدنة الثاني، وسكان منطقة الشرف في صالة عز المقابلة لتبة السلال يتعرضون لعدد من رصاص قناصة ميليشيا الحوثي ومنع حركتهم وتنقلاتهم. الآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. النشرة انتهت، عودة للزميل عيسى للتذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. شكرا أديب. الرئيس العليمي يتلقى برقيتي تهنئة من نظيره المصري بمناسبة عيد الفطر وأداء اليمين الدستورية. رئيس الوزراء يطلع على ترتيبات الضرورية لاستيعاب التعهدات والدعم المقدم من الأشقاء والأصدقاء. ميليشيا الحوثي ترتكب 75 خرقا خلال 24 ساعة الماضية في مختلف جبهات القتال. وللمزيد من الأخبار زوروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام، وكذلك منصاتنا على اليوتيوب. أنتم الوطن بخير، في أمان الله، إلى اللقاء.